ريدي تو رن اند ذير اوف اند ريسينج. ايها المتابعون الكرام، ايها السيدات والسادة، انطلاق موفق كما يشاهد الخيل العربية الاصيلة هنا بمشاركة 13 من الجياد. اذا انطلاق الجواد كما يشاهد رقم 5 لمنصور الشهواني، هداجة خان، سنا البيرتو، نفرنت تغير النتيجة لصالح علي بابا، سلالة حطين والشرى على المركز الاول، بينما تدخل لألبوم مع كفو، انطلاقة دورمان، جون باتيستي، هامل. اذا نعود الى الصدارة والمركز الاول، علي بابا في المركز الاول يلحق به، ثانيا الجواد، كفو، سلالة دورمان والعنقة. ان المركز الثاني منصور الشهواني، انطلاقة الجواد رقم 5، هداجة خان، صنع البيرتو، بينما المركز الرابع تراجع لنشاهد المركز الرابع ايها السيدات والسادة، ذا بلو اند وايت جوكي وذ ذا وايت كاب، انطلاقة موفقة للدكتور، الدكتور باي حطين. اذا جي بي غامبر في المركز الرابع، نتراجع لنشاهد المركز الخامس، يتواجد عبد الله الكواري مع فواز. تيوشينا في المركز الخامس، يتدخل الجواد لعائدة ملكية لأحمد أوبيسي قايد. في المركز الثالث بقيادة سليم غلام، نعود نفرند علي بابا والدمارون جوكي، ينطلق على المركز الأول والدمارون بلانكر. إن المركز الثاني يتقدم فيه، إذا نعود إلى المركز الثاني نشاهد البان بقيادة كفو ينطلق على المركز الثاني. أيها المتابعون الكرام، كفو ينطلق على ثاني المراكز بانطلاق جون باتيستي، هامل، دورمان ينطلق على المركز الثالث. من الجهة الخارجية منصور الشهواني لا يزال متمسك بالمركز الثاني، بينما اليم هنا اليم هي في البحر، ريتشارد مولن لجاسم البادي ينطلق من ناحية السياج، متخوف شوي الجواد، بينما أحمد أوبيسي لبلاك أند وايت، سليم غلام مع قايد ينطلق من الجهة الخارجية، قايد سليم غلام، منصور الشهوان يعود مرة أخرى اليم من الداخل، ولكن هنا أحمد أوبيسي ينطلق مع قايد عامر، هنا انطلاق موفق، 3 لينكس كلير إن فرنت، فعلا أحمد أوبيسي الوندرز مع الجواد اللي هو قايد سلالة عامر تي ام لابل بروبر، انطلاق موفق، سليم غلام فارس الجوكي الفائز، بلاك اند وايت جوكي سليم فور ذا ريس. ليديز اند جنتلمان، ذا اوفيشال ريزولت، ذا وينر هورس نمبر 9، هورس نمبر 9 فور كاظم الانصاري، محمد كاظم الانصاري قايد، with Salim Ghulam and Ahmed Qubaisi in the second place. Horse number 10, Falud Divalot for Hassan Al-Matwi and Xavier Ziyani. And the third place, horse number 5. Horse number 5, Haddajid Khan for Mansour, Mr. Ahmed Al-Shahwani, Sana Alberto. And the fourth place, horse number 13. Horse number 13, Liam for Jasim bin Muhammad bin Ahmed Al-Badi and Richard Mullen. On the fifth, place horse number 2, horse number 2 مشغار for الشقب ريسينج، and Marvin Sorland with حسين عاشور. مبروك.